هذا اللقاء اللي درنا اللي نعقد هذا النهار هو لقاء دار في اطار المشروع اللي دارته ليداك في تدبير السلامه الصحيه للمياه، لان ملي كنهضروا على السلامه الصحيه للمياه في اطار هذا المشروع لا كنهضروا على تقييم جميع المخاطر من لا سورس حتى لعند الزبون. وملي كنكونوا في هذا في اطار هذا السلسله كامله كيخصو يكونوا كيكونوا عدد واحد العدد الفاعلين، منهم لون منهم المينيستير لا سونتي ايمانور، دونك كانوا عدد من الممثلين ديال هاد الفاعلين. وكان لقاء تحاوري اللي كانوا فيه طرقنا العدد ديال لي بون براتيك. ليدا كانت الشركه الاولى اللي طرقات له بهدف باننا ناخذ ان شاء الله لا سيرتيفيكاسيون في شهر واحد ان شاء الله. اليوم الاعلامي كيشكل واحد الاهميه خاصه بالنسبه لهذه المواصفه القياسيه، لانه كيتعلق بهذه المواصفه اللي كتعالج واحد المنتوج اللي مهم بالنسبه للجميع، الا هو المياه، مياه الشرب. وهذه المياه ضروريه، فقبل ان مواصفات خاصه بجوده المياه، ولكن المواصفات كترتكز على خصائص المياه. وكننتظروا الانتاج النهائي او المنتوج النهائي لتقييم المطابقه ديالو. السلطات العموميه كتقوم بتقييم المطابقه ديالو مع المواصفه، ولكن هذه المواصفه اللي كنقوموا بالعرض ديالها اليوم هي مواصفه كتقوم على مقاربه استباقيه، يعني المنتجين ديال المياه يقومون بتحديد المخاطر اللي على طول سلسله انتاج المياه، ويقومون باجراء عمليات للتحكم في هذه المخاطر من اجل تفادي كل ما يمكن ان يتعرض له السلامه وصحه هذه المياه. هذا اللقاء ديال النهار اللي كان حضرت ليه بدعوه كريمه من شركه ليداك، هو لانطلاقه واحد المعيار وطني جديد، هو المعيار ديال الفرنساويه بي جي اس اس او. هذا المعيار الجديد جاء كيكمل واحد الترسانه ديال معايير وقوانين وطنيه اللي كتحاول لان اللي عملت عليها السلطات المعنيه باش تامن جوده ومياه الشرب وسلامتها من اي مشكل صحي.